سنذهب الآن إلى السودان، مركز سيما لحقوق المرأة والطفل، واحد من مراكز عديدة تعمل في مجال حماية حقوق المرأة والأطفال في السودان. المركز ينشط دائما في تقديم الخدمات للضحايا بطرق مبتكرة وعبر قنوات تشمل خدمات قانونية وصحية واجتماعية واقتصادية. الخدمات التي يقدمها المركز مجانية للضحايا، ويتم احتواء الضحايا ودعمهم نفسيا. كذلك يهتم المركز بتدريب مختلف الفئات العمرية والمهنية، خاصة الأطباء والمحامين والإعلاميين، في كيفية تقديم الخدمات لضحايا العنف. طبعا المركز هو يعمل بمجهودات مشتركة وساهم في التقليل من نسبة العنف والتعنيف ضد السيدات والأطفال والعنف المنزلي والتحرش والاغتصاب عبر ورش عمل ودورات تدريبية وحث الضحايا على الكشف عن ما حدث لهم من أجل حمايتهم وحماية غيرهم مستقبلا. المزيد عن مركز سيما في السودان نتابعه في هذا التقرير. قبل 10 سنوات تأسس مركز سيما لحماية حقوق المرأة والطفل. الاسم مستوحى من أسماء ضحايا تعرضوا للعنف واستطاعوا تجاوز محنتهم. ناهد جبر الله أسست المركز بمجهودات فردية وجماعية، معظم العاملين في سيما سيدات من تخصصات مختلفة. أنا خريجة كلية العلوم جامعة الخرطوم، وباهتمامي الشخصي تحولت لمجال حقوق الإنسان، وبدأت دراساتي في مجال حقوق الإنسان في كلية القانون جامعة الخرطوم. أيضا عملي في مجال التصدي للعنف، وبالتحديد كنت أعمل في مجال التصدي لختان الإناث في مشاريع مشتركة بين يونيسيف UNFPA وحكومة السودان. جعل تركيزي أكثر على مجال العنف، من هنا جاءت الفكرة أنه بما أنه يمكن خلق تغيير في حياة شخص يتعرض للأذى، إذن من الضروري وجود هذا العمل بشكل مؤسسي نضمن الاستمرارية. كانت فكرة إنشاء مركز سيما في عام 2008، وحتى الاسم سيما هو اختصار لحالات عنف كنا جزء منها على المستوى الفردي، وكانت هي حالات ملهمة في أن ننشئ ونؤسس هذا المركز. الخدمات التي يقدمها مركز سيما تركز على التدريب ورفع القدرات لتوعية أفراد المجتمع عبر ورش ودورات مستمرة. الجزئية الخاصة بالتدريب هنا في المركز بنعتبر انها هي جزئية مهمة جدا، من خلالها نحن بنحاول انه او بنساهم في الجهود المبذولة لانه نمنع الانتهاكات ضد النساء والاطفال، انواع العنف المختلفة. فبنفتكر انه مسألة بتاعت رفع الوعي، واللي هي بتكون من خلال وسيلة التدريب كوسيلة عندنا وسائل مختلفة، هي مسألة مهمة جدا. مقدمو الخدمات للسيدات والأطفال ممن تعرضوا للعنف من فئات مهنية وعمرية مختلفة يتدربون على كيفية تقديم الدعم اللازم. نحن مفروض ننشر الوعي كيف؟ مفروض ننشر الوعي في الأوساط حولنا، يعني في بيتك، في الناس حولك، ابتداء من ناس بيتكم، محل شغلك، أصحابك، مجتمعك، أي حتة أنت بتتواجد فيها مفروض تنشر فيها الوعي. ويقدم مركز سيما خدماته بشكل مجاني تشمل الدعم النفسي والقانوني والاقتصادي أحيانا عبر قنوات عمل مختلفة وخلق شراكات مهنية مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني.